عندما بنيت الكنيسة في سنة 335 ميلادي، جاء الفرس سنة 614 ميلادي، دمروا المكان تدميرا كاملا، أعيد بناؤه وهكذا هدمت مرة أخرى، حتى جاء الصليبيون في سنة 1099 بنوا الكنيسة وجملوها وعملوها طبعا قطعة من الجمال، لكنها هدمت مرة أخرى. وأيضا كان في زلازل عبر العصور والأزمان، وطبعا الكنيسة اللي بتشوفوها هي فعلا أثرات من القديم والحديث، بعود من 200 أو أكثر من 200 سنة، وما زال الترميم حتى يومنا هذا، من مدخل الكنيسة حتى القبر المقدس حتى مكان الفتحة في الوسط إلى السماء، بتذكرنا في كل حدث الفداء وقيامة يسوع المسيح. Thank you.